مي ما شاء الله يعني مواليد 91 وسيره ذاتيه كبيره جدا رياضيه وعلميه، وخلينا احييكي على المسار العلمي لانه حد في السن ده ملاحظة ان انت خريجه فنون جميله. مظبوط، قسم ماجستير العماره. ماجستير كمان في العماره. لا انا لسه حاليا بحضر الماجستير، وان شاء الله يعني في اقرب وقت ان شاء الله المفروض اناقشه. وهو خاص بتنسيق المواقع او لاندسكيب، يعني الكلمه المتعارف عليها بين الناس لاندسكيب. طيب لاحظت انا برضو وانا بقرا السيره الذاتيه انت مشروع التخرج بتاعك كان عن تطوير مجرى العيون. مظبوط. ده المشروع اللي الدوله بتنفذه. بالظبط، هو شيء رائع الحقيقه. خلينا ممكن نوضح برضو للمشاهدين. عاده مشاريع التخرج بتاعه الكليات بيتم اختيارها عن طريق توجه الدوله. فانا رائع. في السنه بتاعتي كانت بدات الدوله تتوجه لاعاده احياء الاماكن التاريخيه، وبالاخص مثلا منطقه الفسطاط اللي هي فيها سور مجرى العيون. فبالتالي بيبقى في من ضمن اختيارات المشاريع بيبقى طبعا كذا مشروع، ما بيبقاش واحد بس، والطلبه بتختار. فانا اخترت المشروع ده والحمد لله جبت فيه درجه امتياز ما شاء الله. وبيبقى عن طريق وان مشروعك الدوله تنفذه ده حاجه، ده حقيقي يعني. ما هو عشان كده بقول لحضرتك هو بيبقى توجه الدوله بيبقى في حاجه زي كده. انت لقطت الفكره؟ لا ده بيبقى عن طريق دكاتره الكليه. تمام، رشحوك لده. هما بيبقوا عارفين توجه الدولة ازاي، فبيبدأوا ان هما يعرضوا المشروع ده الطلبة تعمله. فبناء عليه احنا بنختار المشاريع. وبيبدأ بعد كده المشاريع المتميزة دي بتتعرض في بعض المعارض بعد سنة التخرج والمناقشة والكلام ده كله. بيتعرض في معارض بحيث ان الدولة تقدر برضو تجمع اي افكار من الشباب عن طريق المشاريع اللي هي عملتها دي. بس فالحمد لله يعني. فتم اختيار مشروعك؟ لا مش مشروعي، هو المشروع بيتعرض ك يعني لكل الطلبه اللي جابوا درجه امتياز. بيتجمع بقى افكار عن طريق كل المشاريع دي، لكن مش مشروعي لوحده يعني. ده يعني عمل جماعي الحياه تتحقق. لكن هو طبعا برنامج المشروع ده كل مشروع عندنا بيكون ليه برنامج وفق لمتطلبات المشروع. دي صور للمشروع لو عايزه تشرحي حاجه فيها، لانه انا بحييكي بجد على النبوغ العلمي ده. شكرا لحضرتك. هو المشروع طبعا احنا عارفين منطقة مجرى العيون كانت فيها جزء كده عشوائيات. وبعض المخلفات الكتيرة في الحتة دي. ومصانع ومدابغ وحاجات زي كده، فالمفروض ان ده مبنى اثري. والمفروض ان احنا يعني محتاجين ان احنا نعمل اعادة احياء للمناطق دي، طبعا بجانب توجه الدولة لازالة العشوائيات والمخلفات والحاجات دي كلها. فالبرنامج كان عبارة عن ان احنا بنحاول نخلي ده زي مزار سياحي. في ممشى وفي قعدات وفي مطاعم وفي مسرح وفي متحف يعرض تاريخ القاهرة القديمة. وفي بعض كان من ضمن البرنامج بعض الغرف للعمال اللي بيعملوا الأعمال اليدوية دي، بحيث ان ده يكون مكان إقامة ليهم. لكن ده يمكن دلوقتي اعتقد مش معمول في المشروع اللي بيتنفذ من الدولة. بس دي كانت بتبقى افكار، وبرنامج زي ما بقول لحضرتك كده بيتحط، واحنا بنبدا الطلبة تشتغل وفق البرنامج ده. ده شيء رائع جدا. وانا عرفت دلوقتي ثقة الكابتن محمود الخطيب كانت ليه فيكي كبيرة، لان الحقيقة نبوغ علمي وتوافق حتى مع توجهات الدولة ومشروعاتها الكبيرة، فانا بحييكي عليها للمرة الثانية. شكرا لحضرتك. طيب مي عاطف رياضيا بقى، ايه علاقتك بالنادي الاهلي والمساله بدات ازاي؟ الحقيقه يعني انا طبعا بنت النادي الاهلي الحمد لله. بنت دخلت الاهلي؟ طبعا طبعا. يعني لولا النادي الاهلي ما كانش هيبقى فيه مي عاطف اكيد، ولا لاعبين كتير طبعا. يعني النادي الاهلي معروف على مستوى كل المنتخبات ان هو لازم اي منتخب بيكون فيه العدد الاكبر هو من النادي الاهلي. يعني مش هتكلم على السباحه بس، لكن الالعاب بشكل عام.